هاو قالك فما كريز متاع ترانسبور وأزمة متاع نقل، إما لكي فما كريز متاع ترانسبور علاش احنا نخدم؟ علاش الكمين تشوفوا فيهم موجودة في الكيس ما شاء الله يعني لا تحصى ولا تعد؟ علاش احنا في الشهر نعملوا في 11000 و12000 كيلومتر والكمين الكل تخدم؟ علاش فما كريز متاع ترانسبور ومن بعد جمعة ولا بجمعتين تسمع او العرف زاد خذي كاميون زوز كمين ثلاثة كمين على الليزينج؟ تو كي فما كريز متاع ترانسبور نورمالمون مثلا تلقى الشوفير ماهوش قاعد يعمل في كيلومتراج، تلقى الشوفير مثلا في الشهر يعمل في 3-4000 كيلومتر. باركونتر احنا انا نخدمه نعمله ب 11000 وب 12000 كيلومتر في الشهر والكمين ما توقفش والخدمة ما توقفش، ويقول لك عندي كريز وفما أزمة متاع ترانسبور، ومن شيرة أخرى تلقى ما مخرج كاميون على الليزينج ولا زوز كمين ولا ثلاثة كمين ولا أربعة كمين وبيقي يشري في الكمين وبيقي يكبر في الشركة متاعه، وش وفرة بيقي موجودة والعبيد بيقي تخدم. هذايا حاجة معناها تحير، وكي جيت تسأل أنت أصحاب الخبرة وأصحاب الشركات والعبيد اللي عندها كاميون وعندها كمين وتخدم، تسأل وتقول له وين راني مثلا نحب نحل شركة متاع ترانسبور، نحب نعمل كاميون، نحب نبدأ نخدم، نحب ندخل في الدومين هذايا، يا ولدي يقول لك لو حاليك يا ولدي الخدمة هذه راهي سقوط صافي يا ولدي، شم جايبك لها يا ولدي ما فيهاش مربوح وما تخلصش، ولو حاليك منه ترانسبور أموره تعبة وترانسبور ما يخلصش وترانسبور حكايته فارغة وعبيد تعاني وعبيد تقاسي ديما هذه بالتجربة في أي بلاصة أي بلاد راهو سواء في تونس ولا البرة من تونس. كي تمشي لذوي الخبرة كي نقولوا احنا والعباد اللي عندها شركات وتخدم في الدومين هذايا وتقول له والله نحب ناخذ منك معلومات، نحب نستفسر منك، راني انا توكية نخمم باش نعمل شركة، نخمم باش نشري كاميون، نخمم باش ندخل في الدومين هذايا، اول كلمة تسمعها يا ولدي لو حاليك اما خدمة وانا بتدخل يا ولدي هالمعسقة اللي داخل فيها وهالبوبلة الكبيرة اللي داخل فيها دي لو حاليك الترانسبور ما يخلصش يا ولدي، كله تعب وكله تمرميد وما فيهوش فلوس، يا حسرة على الترانسبور. عادي كنا تسألوا 10 سنين تالي كنا تو ديما يقول لك يا حسرة، حتى كان سألته 10 سنين تالي يقول لك يا حسرة على الترانسبور ولو حاليك ولدي وما يخلصش وجوج ما وجيعة راس، ما تلقاش حتى 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 كلمه نتاع تفائل تسمعها. بار كونتر هو معناها بدا بشوفور، بدا كان شوفور معناها بدا بكاميون وما شاء الله معناها كان شوفور قبل له حل شركه وعنده كمين وكل كي، فهمت؟ يقول لك ليه يا دي ما يخلصش ما يخلصش وحكايه فارغه. فمش حاجه في الدنيا هذه ما تخلصش، البدايه ديما البدايه تكون صعيبه. واحد باش يبدا باش يعمل ديبار في اي دومين في اي مجال في اي مهنه في اي حكايه، ديما ملول الديبار ماهوش سهل، الديبار باش يكون صعيب حاجه عاديه نورمال، لكن من بعد بالوقت بالممارسه وبالانسان زاد الاستراتيجي اللي عنده والعلاقات اللي عنده وكيفاش يبني الشركه نتاعو كيفاش يبني الكاريير نتاعو زاد عندها دور ياسر، والانسان يعرف كيفاش يخدم بالوقت تتحسن وتتعلم وتاكل كفوف وتطيح وتقوم وتبني روحك. معناها مفهميش حتى حاجه ما تقولك ما تخلصش ولا ما تمشيش، وبالعكس الترانسبور اللي يقولك ما يخلصش ماهوش صحيح، الترانسبور يخلص صحيح. البدايه ملول صعيبه، انت كي باش تبدا بكاميون بركه، وحتى كي تسال عبيد تقول له راني باش نبدا بكاميون يا ودي يقول لك راه تبدا بكاميون انت ما فماش فرق بينك وبين الشوفير، عاد شوفير خويا يا ودي تخلص بريس كيف الشوفير، فما فرق صغير على الاخر. يقول لك عاد تقعد انت شوفير عندك الكونجي نتاعك وريتريتك ودنيتك ووقت اللي تكمل خدمتك تجد ترمي له المفتاح وتروح على روحك وما عم بالك بحد وندخل في زعازغ واللي مخك يوجع فيك وكاميونك انت، وحتى نهار كي باش تخرج كونجي لازمك تشوف شكون تحط عليه ولازمك ديما يلهي بيه والى اخره. هو صحيح من الاول كي باش تبدا بكاميون ما فماش فرق كبير ياسر بين انت بديت بكاميون بين انت تخدم شوفير، معناها الفرق نتاع السالير باش يكون مثلا احنا نعطيهم باش يكون فرق نتاع 400 500 600 700 اورو انت والنوعيه نتاع الخدمه اللي باش تخدمها. مرش عبيد يقول لك يا ولدي ما حكايه فارغه، ماهوش حكايه فارغه. اولا انت باش تعمل شريك وباش تخدم على باش تخدم على الشركه نتاعك وباش تبني الشركه نتاعك وباش تبني الهيستوريك نتاع الشركه وباش تعمل كي نقولوا احنا فلوس داخله وفلوس خارجه في الكونت نتاع الشركه. هذه زاد حاجه الاولى زاد مهم. الحاجه الثانيه كونك انت صحيح الفرق ماهوش كبير، لكن ما تنساش كي هو يقول لك بين الشوفير وبين عندك كاميون تفرق 300 400 صحيح، لكن ما تنساش اللي انت نحكيه في النت
مش في البرود، خاطر انت ديجا الكاميون قاعد تخلص له في الكمبيله نتاعو ولا في الليزينغ نتاعو اللي هو داخل في البرود اللي انت ماكش حاسبه، انت حاسب بالنيت. النيت هو يفرق بينه وبين الشوفور 300-400 يورو. شو معناها؟ معناها انت بعد 4 ولا 5 سنين صلو انت والكونترا مع الليزينغ، الكاميون مش يولي نتاعك أبار اللي أنت الشهرية متاعك، معناها كنا نقولوا احنا زيادة على الشوفير كان 300 ولا 400، لكن برش عبيد ما يقراوش بعين الاعتبار اللي راهو أنت بعد 4 ولا 5 سنين باش تخلص كاميونك اللي ذاك خلصته من البروت، أنت ماكش تحسب فيه، معناها تحسب كان في النت. بعد 5 سنين الكاميون مش يولي ملكك، القطعة باش تولي متاعك صحيح، لامورتيزاسيون مش كيف كيف، والسوم القطعة باش يطيح، لكن بعد القطعة ذيك تنجم تبيعها، تنجم ترجعها للليزينغ وتاخذ قطعة أخرى، من بعد تنجم تزيد كاميون ثاني. أنت كي تعمل 12 شهر في اللي في الشركة نتاعك وفما دخول وخروج نتاع فلوس وفما سيركيلاسيون نتاع فلوس داخلة وخارجة في الكونت وموفمون نتاع الفلوس موجودة، أنت من بعد باش تولي تزيد كاميون ثاني، باش تزيد كاميون ثالث، كاميون الثاني والثالث باش تحط عليهم شوفير، والمربوحه نتاعك باش تلقى حكايه ماهيش كبيره برشا، لكن كيف كيف قاعد انت في البروت تخلص في الكاميون، معناها انت بعد 4-5 سنين تلقى روحك زي الشركه بدات تتحرك. وديما البدايه فاش تكون مهمه؟ مهمه في حاجه برك، كون الانسان يكون عنده ديسباتشور باهي، عنده بلان تاع لوجيستيك، يعرف كيفاش يوجه الكمين نتاعو، كيفاش يخدم الكمين نتاعو باقل شارج واقل عبء عليه. معناها هو كي مثلا يا انت كيفاش هو شنو ما الخدم، يا باش مثلا بار اكزومبل باش تحط الكاميون نتاعك سوتريتونس تحت شركه، معناها لوكاسيون، تحط الكاميون نتاعك لوكاسيون تحت شركه، يا باش تخدم انت وحدك على حسابك، انت تولي عندك انت الاورديناتور نتاعك البي سي بورتابل نتاعك تحله وتدخل على الجوده الفيرتويال نتاعك اللي هي معناها كنا نقولوا احنا السوق مركز تجاري فيرتويال، بيرو فيرتويال، تلقى فيه مثلا من مارسي ليون فما سلعه باش تتهز، قداش المتراج نتاع السلعه، قداش التوناج، ويحط لك قداش الكيلومتر الفراخت، قداش مثلا الكيلومتر يقول لك انورو 30، وانت باش تاخذها ولا لا؟ كان باش تاخذها انت جا، انت كي باش تمشي من مارسيل ليون لازمك من بعد تعمل سنكرونيزاسيون اللي من ليون كي باش ترجع لمارسي لازمك تكون معبي، معناها لازمك تكون عندك بوان ا لبوان بي ومن البوان بي ترجع لبوان ا. اذا كان انت عندك ديسباتشور باهي ولا انت انسان تفهم في اللوجيستيك وتعرف كيفاش توجه الكمين نتاعك حاجه مهمه، ولا الانسان اللي باش يولي عنده شك ويخاف من السوق هذيك الفيرتويال سور انترنت باش يحط الكاميون نتاعو سوتريتونس، معناها لازمك علاقات، لازمك انت تكون عندك علاقه وكونتاكت مع شركه تحط عليها الكاميون تقول لك يا سيدي الكاميون نتاعك جارانتي باش يعمل لك 11000 كيلومتر في الشهر وراك باش تخلص على الكيلومتر كذا وكذا، وانت تخدم عندهم هما، حاطط انت الكاميون عندهم هما وتخدم تهز لهم في خدمتهم وكل. هذا هو شنو البلان كيفاش تبدا. لكن الانسان اللي يقول لك، خاطر فما مثال شو يقول لك، يقول لك صاحب صنعتك عدوك، عمرك في حياتك لا تمشي تسأل إنسان، خطر هذه راي نحكي لكم فيها أنا تعرفت لها معنا بالبار إكسبرينس، عمرك لا تمشي تسأل إنسان عنده شريكة ولا عنده ترانسبور تقول له خويا بالله كيفاش الترانسبور والدومين هذا راني نحب نبدأ فيه، نحب ندخل، أعطيني معلومات كيفاش نعمل سولون التجربة نتاعك، راه باش تسمع كده ويسدها في وجهك. وراهي بارتو تو كي تمشي لتونس وتلقى واحد عنده 3-4 كمين تسأله باش يحكي لك الحكايه هذه، وكي تجي تو مثلا هنا في المانيا ولا في بولندا ولا في دوله بريس كيف كيف، معناها قليل اللي باش يلقى باش تلقى اذن صاغيه عباد يقول لك راهي هي صحيح صعيبه لكن فيها فلوس وتعرف لازم تعرف كيفاش تتصرف كيفاش تستعمل. الور ديما تسمع دي ترونسبور كريز تو اخر مره البريود هذه تسمع كان كلمه كريز ونازلين على الشوفور وهو يحبوا ينقصوا من السالير، هاو يحبوا كيفاش كريز وكمين موجوده مئات الالاف ملايين الكمين تخدم شوفره تخدم، انا واحد من الناس نعمل في 11000 كيلومتر 12000 كيلومتر في الشهر، انا نخدم كيفاش تقول لي كريز؟ مو كريز سولون انت، خاطر سولون هو مولا الشركه ولا سولون، شو معناها كريز؟ كريز معناها انت قبل كنت تدخل في فلوس كبيره ياسر وتشري في عقارات، تو وليت ما عادش تدخل كي تدخل 10 سنين، هذاك ما يتسماش كريز. زاد صاحب الشركه لازم يغزر هو للبريود اللي بنى فيها وكون فيها وعمل فيها وبنى على ظهر الشوفير، خاطر هي الشركه هي ستون فامي عائله، معناها المشغل والسائق هي تسمى راهو فان دو كونت عائله، راهو بلا شوفير هو صاحب الشركه ما ينجمش يخدم حتى كاميون، ما ينجم يعمل حتى شيء ليه، معناها وقت اللي تلقى الخدمه والخلاص باهي والفراخ فيه الكيلومتراج نتاعو باهي والشوفير تلقى يخدم ليل ونهار والعارف تلقى معاه باهي ويقول له ويخدم ورانا عائله ورانا ورانا ورانا، وانت تبني له الشركه وتخدم معاه
وتكون وتعمل وتشرعك نهار اللي تطيح شويه ولا مثلا يغلى الكوم تاع التاكساسيون تاع لوتوروت ولا التاكساسيون تاع حكايه اخرى، اول ضحيه يكون هو السائق. ما يغزرش للايامات والعوام اللي خدم وبناه معاه وقف معاه، يمشي طول يقول له يا ولدي، يمشي طول للشوفير باش ينقص له ولا باش ولا يعمل له قوانين داخليه جديده ولا قيود جديده ولا لازمك تعمل هكا ولازمك تزيد هكا ولازمك تزيد الخدمه وراه السالير هكا ما يساعدش. هذايا البرنسيب في الخدمه. معناها شو الشوفير باراشوك ياخذ في الضغط من عند الديسباتشور من عند الشركه، يخدم يعبي يفرغ امبوتياج سيركيلاسيون، ساعات تلقى مونك دي ريسبي الكل موجودين عليه هو باش يوصل السلعه في الوقت وباش يوصل السلعه نتاعو كامله بيان ارمي ما يجرى لها حتى شيء. ليه؟ معناها الضغط كبير ياسر. وفي الاخر وقت اللي يصير جائحه كنا جائحه الكورونا اللي صارت، ولا وقت اللي تصير كريز، ولا وقت اللي تصير ازمه، وقت اللي تصير حرب، ولا وقت اللي تصير اي حاجه، اول انسان ياكل الكلات باللغه التونسيه نتاعنا هو السائق، من عند الشركه من عند الاصحاب الكل. كيف وقت اللي جائحه الكورونا كيف زاد اول حاجه كلات الكلات هي شوفره، حبوا ينقصوا لهم وحبوا يحبوا. وفي البريود هذيك شكون اللي قاعد يوصل في الماكله للديار وشكون قاعد يوصل؟ هو الشوفير. انا نفكر بريود نتاع الكورونا كانه تروت فارغ، شوفرك هاو في الكياس، كان الكمين في الكياس. الملخص باش ما دخلوش موضوع في موضوع ونطولوا الحكايه، عندك عندك بروجي في مخك تحب تحل شركه، عندك بروجي تحب تخدم، الخدمه موجوده، السالير باهي، عمره لا يوصل نهار يصير كريس، خاطر هو الترانسبور هو الرواري نتاع 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 الاقتصاد. معناه هو اللي يهز كل شيء، هو بريسك يهز في 70-60% من كل شيء ما هو موجود. ترانسبور روتي في كل شيء، معناها عندك السيتيرن اللي تهز الجي وتهز الحليب، عندك الفريجو، عندك الباشي، عندك انواع لكل شيء. معناها الترانسبور هو ترانسبور في الاخر، ما يجيش نهار ويوقف ترانسبور ولا ما عادش يمشي ترانسبور. معناها كلمه ما يخلصش ولا ما يمشيش ما عادش، يجيو بيريود صعيبه، تجي بيريود ازمات هكايا معناها تحس هكا يصعب شويه، لكن ما يخلصش ولا كريس ما فماش. عندك بروجي، عندك حلمه في مخك، اثق بالحلمه اللي في مخك وقدم القدام واصدم. حاجه بركه قبل ما تصدم ما تدخلش هكاكا معناها فرنسي، لازمك ديما تكون واعي وتعرف وعندك درايه بالترونسبور، درايه باللوجيستيك والخدمه نتاعنا. اذا كان نهار تحب تخدم على حسابك الخاص راهي خدمه علاقات، لازمك تكون علاقات ولازمك تكون في المستوى. ولا هذا الموضوع اللي حبيت نحكي فيه، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نتقابلوا في فيديو واحد اخر، والسلام عليكم.